السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذا الفيديو اللي غندير لكم اليوم، ديال جوج ملاقيات مختلفين. ونتمنى اللي ما مشاركش معنا في القناه تشارك معنا في القناه تعليم راندا مع حفيظه. بسم الله، عندنا الخيط مبروم على 3 ديال الشعرات وبرا نمره 5. غادي نوريكم هاد الملاقيات، هادو هادي وهادي كما في الصوره. بسم الله على بركه الله، غادي نضربو هنايا. هادو عاديين، هاد الملاقيات هادو تقدروا ديروهم في جنابيه جلابه او تقدو ديروهم في الهبطه ديال السطوق، وراه كيجيو زوينين بزاف وسهلين. هنايا الثانيه، ما نخليوش الخيط كبير بزاف، غير شويه، يعني غير بلاصه ديال غرزه الوسط صافي. دابا ندورو الخيط هنا، غادي نبداو نضربو هنايا. بالنسبه للبنات المبتدئات يقدر يجيهم ساهل وبسيط وزوين، تقدري تطلعي جلابيتك داغي. دابا هنايا هانتم الخيط كيفاش كيدير لي. هنايا ديك الغرزه اللي كنت درت هي اللي غادي نضرب فيها، ودابا غادي نضرب هنايا، وكنبقى غاده بهذه الطريقه. هذه كنجر الخيط الفوق، دابا ندور لهيه ونخدم هكا، نجر الفوق الخيط عندي الحرير، عفوا الحرير هنايا. ودابا هاد الغرزه هادي للوسط، ديما عندي غرزه الوسط كنضرب في الجناب والغرزه اللي عندي الوسط. وهذا بندور لهي، نتمنى نكون ما كنزربش هكا. شو الخيط كيفاش كيدور هنايا. دابا بقى ديما ملي كنكون راجعه الخيط كيكون داير لهي فوق الثوب، ملي كنكون غاده كيكون الخيط الحرير، عفوا مع رسمالي مع الخيط اليوم، كيكون الحرير داير عندي فوق يديا اليسريه. ها انتم كيما كتشوفوا دابا راه فوق يدي اليسريه. دابا ملي غنمشي غنرد الحرير فوق من الثوب هكذا، ونضرب هنايا عندي هكذا. نتمنى ان شاء الله تشجعوني بالتعليقات ديالكم وبلايكات حتى همايا، باش ديما نجيب لكم الجديد ان شاء الله، ونستافدوا ان شاء الله، تكونوا استفاده عامه للبنات اللي كيتعلموا واللي باغيين يتعلموا بطبيعه الحال كذلك. هذه على الشكل هذا شفتوها. دابا رجعنا ثاني، نتمنى تكون الفكره واضحه ليكم وتطبقوها ان شاء الله. هادي شفتو كيفاش كتكون، هذا هو الشكل ديالها. هانتوما ان شاء الله الجديد، الفيديو الجاي ان شاء الله يكون حتى هو شي حاجه تستافدوا منها ان شاء الله البنات. نتوما البنات شفتوا كيفاش كتجي، هذا هو الشكل ديالها، كتجي زوينه ملاقيه خفيفه وزوينه. دابا ان شاء الله غادي نوريكم هذه الملاقيه، هذه الطريقه ديالها مختلفه على هذه. هنا كنضربوا الخيط ديالنا بحال ما هكا، خيط مبروم على 3، طبيعة الحال هو اللي كيجي زوين في الخدمة ديالو. أحسن حاجة ديروها هي تبرمو الخيط على 3 شعرات. دابا كي قلت لكم غنوريكم هاد الملاقية، هادي كي شتو هادي كتجي زوينة بزاف. هيا هنايا غادي نخدمو هادي، ندخلو الحرير ديالنا هكا، من بعد غادي نديرو ملاقيه هنايا، نضربو في الجهه الاخرى هنايا هكا، يعني عاديه. دابا غادي نخدمو هاد الجهه، شوفوا البنات الخيط كيفاش غادي يكون هكا، غنخدمو من وسط منه من هنايا، يعني بحال غنحبكو. ملي غنخدمو هاد الحبكه هادي، ها هي كي كتشوفوا هنايا،
دابا غنقلبو غنديرو غرزة عادية فيها هذيك الحبكة باش نثبتوها هكا. دابا غنضربو الجهة الأخرى نتمنى يكون واضح ليكم. دابا هاد الجهة هادي تانيها غنضربو حبكة وسط من ديما وسط من الخيط، وندورو الخيط ديالنا ونضربو هادي غرزة باش نثبتو هاد الحبكة هادي. دابا نضربو غرزة عادية هنايا. نتمنى يعجبكم هاد الملاقيات اللي درت ليكم ان شاء الله وتطبقوهم. هنايا تاني غرزة راهم ساهلين بالنسبة للبنات المبتدئات اللي يلاه كيتعلموا الراندا، وان شاء الله اللي ما مشاركاش تشارك معنا وتشجعني بلايك والتعاليق ديالكم كذلك. هيا هكا دابا نضرب هنايا، كنحاول نشرح لكم باش تفهموا الطريقه ديال الخدمه هكا. نتمنى نكون ما كنزربش. دابا هنايا هنا غنجي نضرب الخيط داير وانا غنضرب وسط منه هكا بهذه الطريقه هذه. هنايا دابا غنقلب الخيط ديالي وهاد الحبكه هذه غنضرب فيها غرزه عاديه ها هي. ودابا هنا غرزه، نتمنى تكون الطريقه واضحه هكا. هنايا كذلك نزيدكم هادي باش تفهموا البنات ان شاء الله. هادي صافي، نتمنى تستافدوا ان شاء الله من هاد الفيديو هذا، والى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم.